بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده 7/12/2021 يوم الثلاث في سوق ابو حمص، معاكم قناه المواشي النيوم، وتعالوا نشوفوا الاغنام اسعارها ايه. السلام عليكم يا رجاله. الله بركاته. ازاي الحال يا عم الحاج؟ الاسعار عاملين النهارده 100 100. ها 100 100. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اسعار الحاج ليه؟ عايزين نعرفوا الاسعار ايه بمرض الله. بمرض الله، اللهم صل على النبي. معلم صبح هنا اهو. معلم صبح، صباح الخير. صور صور. كسر حي ال 4. كسر 4؟ اه. اللهم صل على النبي. سيدي سالم ده. اللهم صل على النبي. ده خروب بسم الله ما شاء الله. طلوجة ولا لحم ده؟ الاثنين. الاثنين. شغال على الجنبين. اللهم صل على النبي. طب يا احمد. زي ما انا بسكت كده. طب عامل كام بمرض الله؟ بمرض الله 85. يعني ب 8500 ان شاء الله. اللهم صل على النبي. طب في ميزان قد ايه بمرض الله؟ 140. 140 كيلو خروف يا جماعه، 140 كيلو يمشي تضريب ويمشي لحم. اه. الاثنين. ايوه. بسم الله ما شاء الله. سوي سوي. خش على صباح الخير يا معلمي. منور السوق والله في ابو حمص يا معلمي. الله يبارك لك. السوق عامل ايه النهارده؟ هبطان برضو زي ما سمعني. ها والله الجو واحد. يعني الاسعار رخيصه النهارده. الفلوس غايبه عن السوق خالص. اللهم صل على النبي. السوق في ابو حمص يا جماعه، معانا عم رجب بعروضه النهارده، خرفان في عشر ووالد طبعا، ولحم عم رجب. كل حاجه موجوده. بسم الله ما شاء الله. الجو حلو اهو. اللهم صل على النبي. يعني النعجه زي ديت عامله كام بمرض الله؟ بمرض الله. ها؟ صنعتها ايه؟ رخي. رخي يعني على الولاد. على الولاد. على الولاد. ها؟ الاسعار 100 100 هنا. الاسعار النهارده 100 100 يا جماعه في سوق ابو حمص. صباح الخير. حج رجب الكلاف يا جماعه. حج رجب الكلاف. حج رجب الكلاف من الدرويه ابو حمص يا جماعه، عنده اسعار هايله النهارده. العرض بتاعه غنام عشر ووالد ووالد ولحم. ولحم. طب الكبش دوت؟ الكبش ده على 55 100. 55 100. تدريب ولا لحم؟ ضروبة. ضروبة. ايوه. تعالى خش على المعلم حلومة هنا. المعلم حلومة. ضروبة. اللهم صل على النبي. بس يا رجل، بس يا رجل معايا. بسم الله ما شاء الله على الغنام النهارده في سوق ابو حمص يا جماعة. لا اوعى تصورني. يا عم اسال. رجب الصغير اهوت، والمعلم رجب الكبير. هناخد رقم تليفون عم رجب الكبير اهو. ماشي. بسم الله ما شاء الله. انا ومحمود. تليفونك عم رجب بعد اذنك. انا ومحمود. ناخده تاني عم رجب برضو. ماشي. كام يا عم رجب؟ 0 12 2 2 9 4 9 8 5 5 8 5 5. اي حد يتواصل معاك بالله عليك يا عم رجب، تابع قناه المواشي اليوم تعمل معاه واجب. الله يبارك لك يا عم رجب. صباحك ابيض ومتشكرين جدا يا عم رجب. صباح الفل يا رجاله وناركم ابد ان شاء الله. السوق يا جماعه بسم الله ما شاء الله، اغنام جت لهيت وما فيش حد بيشتري، يعني الاسعار هبطانه النهارده. اللهم صل على النبي. هي عليها خمسه في صداقه. الاسعار النهارده هبطانه في ابو حمص. صور شخصيه ولا صور بقى اسعارك والله. السلام عليكم يا معلمي. رد على رجل. رد انت حاجه مصعود. الاسعار عاملين النهارده بالله عليك. حلوه كويسه والله النهارده. ها؟ انا سامعين الاسعار هبطانه النهارده في ابو حمص. بتوصل يا حاج باسل. حاج باسل. حاج باسل ولا توقف دقيقه. صباح الخير يا عم الحاج. بالله توقف رايح الحلب. رايح الحلب توقف. صباح الخير يا رجال. عايزين نعرفوا الاسعار هبطانه النهارده فعلا برضو. ها؟ هبطانه. الله يبارك لك يا حاج. صباحك ابيض متشكرين. اسعار هبطانه في ابو حمص النهارده يا جماعه، الغنام نازله نازله جامده. بسم الله ما شاء الله، اللي عايز حاجه ينزل ابو حمص. السلام عليكم. الاسعار عاملين النهارده في ابو حمص؟ صباح الخير يا معلمي. الاسعار عاملين النهارده؟ الاسعار الحمد لله كويسه. احنا سامعين الاسعار هبطانه في ابو حمص برضه فعلا؟ لا بالامانه. ماشي يا معلمي. نهاركم ابيض ان شاء الله.
صباح الخير يا عم الحاج. صباح الفل، نهارنا ابيض. معاك ايه النهارده؟ معايا الموقف ده. الله يبارك لك. الاسعار عاملين النهارده؟ احنا سامعين اللي فيه فوق النهارده 100 100. والله الله يبارك لك يا حاج. والله يعني الاسعار حلوه النهارده 100 100. والله ابو حمص يا جماعه الاسعار 100 100. ما تعرفناش بيك يا عم الحاج. حاج جمعه ابراهيم عبد الحميد عليه الشلوي. الحاج جمعه ابراهيم عليه الشملي الشلوي. الشلوي منين يا عم جمعه؟ من سحالي. من سحالي، احسن ناس يا عم الحاج. طب الاسعار عامله في الجنيه دول؟ 14 و15 14 و15. مفيش اقل من كده يا عم جمعه؟ و1000 و1000 كمان. الله يبارك لك يا عم جمعه. بسم الله ما شاء الله النهارده. بص يا عم جمعه غالي صواف في كليه مع الله يبارك له يا عم جمعه يا حاج. هناخدوا رقمك يا عم جمعه. 0100 10 10 8 8 1 1 0 0 0 0 5 5. صباحك زي الفل يا عم جمعه، ومتشكرين جدا. نهارك ابيض. الله يبارك لك.